الغوص والغدوزة طاح بينا المحرك والمطار ما عرفناش نعمل قعدنا مروحين طول المدة زمان ليل نشحف المركب هذي سنة الليلة ها شفنا مركب بوراسين احنا عيطنا عليهم لين نسينا لونا وندعو عليهم جانا بركة الله فيه هو. Stranded at sea, 14 Tunisian migrants seek help from nearby fishermen. بلغ عليكم السلطات التونسية احنا ما بيناش دريا الفيلم نحرق واحد كانت تتكلم من السلطات التونسية كانت قالت نجم تعاوننا بحاجة عاوننا هني مش ترجعني لتونس مستحيل. Faced with a bleak choice, six Tunisian fishermen towed the broken boat towards Italy. They were picked up by Italian authorities. Some migrants were sent back. Others were taken to a refugee center. The fishermen were detained. Their families and the Tunisian authorities are asking for their release. They're accused of aiding and abetting illegal immigration, and if convicted, face up to 15 years in jail. Chamseddine Bourassine is one of the men behind bars. He's the head of Zarzis Fishermen Association and a legend in this Tunisian coastal city near the Libyan border. TRT World met him just a few weeks ago to talk about rescuing migrants. كل المراكب اللي تزاول النشاط متاعها في الأعماق وفي الحدود مع ليبيا هي مجهزة برادو سوفتاج مجهزة ببوات فارماسية مجهزة بجليد سوفتاج معناها يفي بالحاجة عند الاعتراض مراكب الهجرة اللي عندهم مشاكل كل المراكب تعدت بتكوين وكل المراكب خاصة في الوضعية ماش سليمة ياسر وضعية نعرف الفيروس اللي موجود في أفريقيا لازم ينتقل العدوى متاعها من المهاجرين إلى معناها بعض الصيادين وضعية البركاجات وضعية مهاجرين يخرجوا من ليبيا مسلحين يعني الوضع خطير جدا ولكن تحملنا مسؤولياتنا احنا Almost everyone here has saved migrants whose journeys went wrong. وصلنا من 900 يعني منقذ 900 واحد انقذناه في يوم. These fishermen are on the same route as the boats trying to reach the Italian island of Lampedusa. They often encounter boats in distress. But for Bourassine, rescuing them is a moral duty. المساعدة متاعنا تقتصر على انقاذهم مش على تشجيعهم على الهجرة، لكن اليوم ده مجونا احنا بيبانا مفتوحة اليوم وغدوة وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. احنا هني باش نقولوا للعالم وباش نقولوا للناس اللي تحب تقتل المهاجرين احنا هني بيبانا مفتوحة وقطاع الصيد البحري بيخدم وخدم وقت لي ما عليهش إملاءات وبيخدم ولا إملاءات عليه وباش ننقذ الناس وبحارتنا كل مجندة من أجل إنقاذ الناس وعرفتونا على طبيعتنا في 2000 و2002 و2005 و2010 وقت اللي كان القمع في ليبيا في تونس فاحنا اليوم إمكانياتنا زادت كبرت وتكويننا زاد كبر وباش ننقذ الناس كما قلت لك اليوم وغدوة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه A moral duty that could come at a very high price now that the Italian authorities accuse them of smuggling people instead of rescuing them.